انت لسه جايلك عشان ورق التصميمات. اتفضلي. شكرا. ايه ده يا عم مناص راحة جاية يا عمر، بتقول الشركة قافلة ليه؟ وبعدين بقى مش قلت لحضرتك اكتر من 10 مرات مش ينفع؟ يا باشا يا باشا احنا بقالنا كتير ملطوعين في العربية بره، شوية عندها اجتماع مهم، شوية قاعدة مع استشارة مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزارة التموين. يا فندم ده ليه هنمد رئيس مجلس الإدارة مش ينفع تقابلنا من تاخد معايا؟ طب عليا النعمة من نعمة ربي، لو عرفت اللي أنت بتعمله ده لا تكون مرفوض على إيدي. ليه وحضرتكوا مين؟ أنا فتون أختها شقيقة. أنت بتقولي ده؟ وإحنا مش لازم نعمل مفاجأة يعني، أهي تعرفوا السلام. طب أنا آسف يا فندم بطايقكم. يا سيدي لو على البطايق أهي البطايق، بس دخلنا بقى بص إيدك يعني اتلطعنا كتير. خد فتونة أهي أختها. أنا آسف يا فندم دي إجراءات الشركة، أنا آسف. يا سيدي ولا يهمك. أنا هخش أبلغك. بسرعة يا أخويا. الله ده إيه القرف؟ هو صعب ليه كده صاحبك ده؟ الكوتيشن ده دراسة. طيب تصميمات. حلوة عجباني، بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن، شوية الألوان باردة. اوكي بس كده. هو أنا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. طبعا يعني أستاذ مختار ده إنسان حساس و وراقي جدا وفنان كبير قوي، هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير وعند حضرتك حق انك تاخدي رايه كده. مختار كان اقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده انا بثق برايه. عموما اخبار الاعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. ايوه، ما انا لازم اعرف انتوا مين عشان ابلغها. قولها اختك. انت هتقعد تبحلق لنا طول النهار، خف نفسك. خلاص ماشي حاضر، ثانية واحدة. ده ايه الزهق ده؟ عارف. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس اصل في واحدة واقفة بره ومصرة انها تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. بعد كده لازم تقولي ان انت اختها دي. امال اقول ايه؟ ما انت تنيري تسكتي. يا عم خلينا نخلص. ناس عايزين نقابلها وخلاص لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. افرض قفشت في دماغها وما دخلتش. هدخل هفتح الباب وهدخل. تحب ادخلني؟ معاها حد؟ اي فندم، معاها راجل كده بس بصراحة ما قاليش شغل. طب ما تدخلهمش، قول لهم استنوا 10 دقايق. خلاص اوكي حاضر. اتفضلي اوكي. ماركو 10 دقايق ومدام داليا هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. الحق ده البنت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار، راشد دفتور على باب الشركه. بس يا اخويا من خليتي حبيبتي وقلبي من جوه. النبي يا حبيبتي انا كنت عارفه اني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسليه يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس ما قدرتش امنحهم الدخول، انا اسف. اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرتي يا عسليه. اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسليه؟ انت عسليه مراتي. عسليه اللي رجاله البلاء كلها كانت بتحوم حواليها، وانا اللي حميتها واتجوزتها. عسلية اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء. عسلية اللي ليلة دخلتنا عيطت وانا على رجليها. يا اختي اللهم صل على النبي. ايه ده كله يا بنت؟ عملت ده كله امتى يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. انا مفيش عسلية. أنا داليا نور صاحبة الشركة دي. طب ما أنا عادل فكري رجل أعمال. وأنا يا أخويا زي من فتون. لا يا عسلية. لا ما تعملهمش عليا، أنا خلاص عرفت كل حاجة. اتجوزت عليا اتنين ويا عالم مين تاني، وخلفتي نونة بس من الحرام. النونة يا اختي ده انا من ساعة ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد، شبه امها الله يرحمها. اقول لك انت وهو
انا معرفش حاجه عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا برا وانسوا اي حاجه عن الموضوع ده. وقال عيب عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك اللي انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي عليه اتنين ويمكن اكتر تبقى بتتنفضي وانت واقفه. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك بس انا مسامح. معقوله كده يا راشد؟ ليه يا اخويا ما يصحش؟ البت تتخض. الله، وبعدين ما ينفعش، ده احنا عيله واحده. امال ايه؟ انا كان غرضي بس اقول لك ان انا عملت فلوس كتير انا وراشد يعني، وانت يا اختي عامله فلوس. اللهم صل على النبي، نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي وراشد اهو اسم الله عليه موجود ونعيش عيشه فل كلنا. ايه داليا في ايه؟ الحقني يا مخرج. مين الناس دي؟ الناس دي؟ الناس دي اوسخ ناس في العالم. انت مين يا ابني انت وهي؟ اتكلوا على الله، يلا اطلع بره. انا جوزها. انت مين؟ انا المختار. اطلب لهم الامن يا مختار. خد لي بس راح فين؟ عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلب البوليس بسرعه. في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. ايوه هنا في المكتب بسرعه. قلبك ابيض يا فخامه. ماشي عسلية. انا ماشي، بس بقول لك ايه، انا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا اخدوه. سلام يا بنت ابويا. ماشي يلا اخدوه. يلا يا اخويا. يا اخويا على مهلك بتجرب كده ليه؟ بقى يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه، ثواني اجيبها لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك اتحرك يا عم. البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ ما احنا خرجنا برا الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. سعسليه عمرها ما هتسلمك يا اخويا، وبعدين هي ملطوطه وعليها 80 حب. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا، انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه لازم نجيب هم. طب ازاي؟ عرفوا منين؟ مش عارف. بقول لك يا فتون، انا هوصلك وهرجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟ قلقان من عسليه بصراحه. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون، عسليه عايز تربط حبل مشنقها وين رقبتي؟ يا اخويا قلت لك ما تخافش. هي صحيح قالت انها ما تعرفناش، لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبه عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخوي، لو بلغت عنك ما انت هتحكي الموضوع واحده بواحده. طب بقول لك ايه؟ انا هخلي عطوه يرجع الشركه ويسال على بيتها فين. مش في السخن، استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا، هنعمل حادثه. ما انا باصص اهو. ما تيجي تسوق انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيله اللي احنا فيها دي اهو بالراحه. شوف الوريه خرجوا من الشركه بسرعه وما خدوش بطايقهم، وانا اتصلت بالشرطه وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجوده في البطاقتين دول. شرطه ايه؟ مفيش داعي للشوشره يا مختار. لا مفيش داعي، خلاص طالما مشوا. انت مش مشوا خلاص. لو حد من الشرطه اللي انت كلمتهم سال بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه، بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي. واللي معاها؟ اللي معاها ده بقى هو راشد اللي اتنيلت اتجوزته. ايوه، بس بطاقته بتقول انه عادل فكري شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب
رب دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ مفيش اي حاجه تثبت ان انت عسليه اللي هم جايين يدوروا عليها دي. يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار، مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. ليه؟ راشد قاتل اتنين، يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. طب ايه اللي مخليكي مرعوبه منه؟ عشان عارف طريقي يا مختار، مش هيسيبني في حالي. سفرني اي بلد انا وابني شاهين. انا لازم اسيب البلد حالا.